ورجعنا لكم في الفقرة الأخيرة من فقرة مواهب على الطريق. انضم إلي اللاعب الجيد، اللاعب المميز، لاعب نادي الزرق الرياضي مواليد 2003، اللاعب محمود عماد رز. أهلا وسهلا محمود. ازيك كابتن؟ أخبارك يا عم؟ الحمد لله. كله تمام؟ الحمد لله. الحمد لله. كلمنا محمود كده عن فريق 2003 والمدرب اللي موجود معاك، وفي استفادة استفدتوها هذا الموسم والنتائج الكويسة اللي كابتن حاتم مدير عام، بسم الله ما شاء الله، كابتن حاتم الكومي وكابتن أحمد حامد برضو عاملين أداء معنا الله أكبر عليهم الاثنين، وبرضو إحنا كلنا في الفريق واحد، كلنا اخوات ولاعيبه الله اكبر عليها برضو. تمام. وطبعا الشكر ليك اولا، ثم الكابتن حاتم وكابتن احمد عاملين مجهود الله اكبر عليه. يعني انتوا بتمرن من شهر 7 وشغالين في استفاده، كبيره جدا، استفاده كبيره جدا، وهم بيعملوا معانا اكتر ما عندهم. طب مركزك ايه قلت لي؟ مهاجم صريح. مهاجم صريح. تمام. احرز اهداف بقى؟ الحمد لله. يعني الحمد لله انت لعيب كويس يا محمود، يعني هتتقبلك بمسابقه جيده ان شاء الله. يا رب ان شاء الله. قول لي كده بقى، اتكلمنا عن القطاع بقى كده. القطاع بسم الله ما شاء الله كابتن. طبعا الفائده من عند ربنا اولا، ثم ليك، ثم للكباتن بتاعتنا، والقطاع ماشي زي حلو يعني الحمد لله. زي الفل يعني. عامل نتائج الله اكبر عليها كل القطاع. تمام. كل القطاع والدوريات ما بنخسرش فيها الا ماتشات قليله جدا. افضل مباراه لعبتها كده محمود؟ مباراه الروضه. مباراه مع الروضه. روضة. كسبنا 4-3. 4-3 يعني كان على ملعب هدف. عرضت فيها هدف؟ انا عملت جول. طب كويس، اسيست كويس يعني. الحمد لله. قول لي بقى، انت اهلاوي ولا زملكاوي؟ اهلاوي. اهلاوي. خسرت النصرية النهارده؟ الحمد لله. وخسرت بطولة السوبر في السلة؟ مش متابع للقدم بس. انا بتابع القدم بس. المفروض ان اتابع للنادي الاهلي، اتابع جميع اللعبة. ربنا يرزقنا ان شاء الله. حابب بقى في الفتره اللي جايه كده ان شاء الله كده، تطلعاتك في الفتره المقبله، حابب تنضم للنادي المقبله ان شاء الله؟ بس ان شاء الله باذن الله للمقاولين للاهلي باذن الله. يعني انت حاطط يا المقاولين يا الاهلي؟ لا الزمالك ان شاء الله. يا الزمالك، انت مش اهلاوي ولا زملكاوي؟ ما هو الكوره، بص الكوره حضرتك ما بتفرقش ما بين ده وده. الكوره لو ربنا رزقك في نادي، العب بالفرقه اللي انت بتلعب بيها. تمام. التشجيع دي حاجه ثانيه. العب الفنان اللي انت بتلعب بيها. بس يعني هي كرة كده. يعني انت رد كويس، وطبعا مفيش بقى تعصب. مفيش تعصب. لا مفيش تعصب، مفيش شجع اللعبه الحلوه. انا اهلاوي بحترم الزملكاوي وبحترم الاهلاوي عشان يحترمني، يبقى في تبادل احترام. انت لا لا، ادم لابس الفنان احترم برضه، ده رد الشباب كويس برضه. بالظبط. ادم لابس يعني، انت شايل مسؤوليه على كتافك. ادم لبست الفنان دي. تمام. التشجيع ده خارج الملعب، داخل الملعب ده على حسب الفانيله انت لابسها، خارج الملعب ده بقى حريه شخصيه. تمام. دي حاجه بتاعتك. انتوا جاهزين بقى للمعسكر ان شاء الله هيكون من الاسبوع القادم باذن الله؟ ان شاء الله باذن الله. ربنا يوفقك كده. هتقعدوا 10 ايام في المعسكر بقى ان شاء الله. بحر ولا في التدريب؟ لا تدريب طبعا، بحر في الجو ده. ماشي يا محمود عماد. قول لي محمود عماد كده، بالنسبه للمباريات اللي انتوا لعبتوها والسفر، طبعا يعني حققتوا مركز ثاني في الحمد لله في الدوري. الحمد لله. ان شاء الله اذا حصل بقى ايه مباراه قطاعات واتحاد الكوره قال لك العب قطاعات، جاهزين ان شاء الله؟ ان شاء الله. كابتن الاول ربنا، ثم الكابتن حاتم والكابتن احمد عاملين مجهود معانا ان احنا ان شاء الله نعدي اي حاجه. تمام. باذن الله. انتم من زياده اللي احنا معانا لعيبه الله اكبر عليها. لعيبه كبيره جدا. مثال مين بقى؟ مثلا يعني احمد ابراهيم ونادر سد بكات. واحمد جمعه خط وسط يعني. تمام. الله اكبر عليه. والهافات ميسي وطارق الله اكبر عليهم برضه. وحارس مرمى 2004 مصطفى، بسم الله ما شاء الله عليه. مصطفى لا حارس مرمى بسم الله ما شاء الله عليه. ومهاجم اللي معايا شطه والجريس الله اكبر عليهم برضه. الجريس لعيب كويس وشطه. والزين برضه سيردي باك حلو. الزين بيلعب سيردي باك بس كويس الله اكبر عليه. ما هو الكابتن حاتم بيوظف في المكان اللي هو اللاعب، مش اللاعب اللي هو ادم شايفه في مكان بيوظفه. وفعلا ادم بيوظفه كده بيحقق اللي وظفه. تمام. يعني قول لي كده بالنسبه بقى للقطاع ذات نفسه، يعني في تدريب، في استفاده جدا. يعني استفدت هذا الموسم؟ لا بصراحه استفدت كبير، يعني استفاد كبير جدا. اظن ما فيش ايقاف خلاص، حتى الدوري انتهى، ما فيش ايقاف. انتوا شغالين مستمرين؟ شغالين تدريبات وكل حاجه. التدريبات شغاله. طيب طبعا احنا طبعا بالنسبه لقطاع الناشئين، اي مستثمر طبعا او قطاع شغال، الدوري بينتهي، شكرا للاولاد، لكن احنا الدوري انتهى. ان شاء الله مستمرين حتى شهر رمضان الكريم المعظم باذن الله. عمل معسكرات، مباراة وديه،
التدريب شغال في دوري قطاعات هنشترك فيه ان شاء الله باذن الله. ما فيش دوري قطاعات، القطاع شغال على اكمل وجه من تدريبات ومعسكرات وفي نفس الوقت مباريات وديه ان شاء الله مع انديه الدوري الممتاز. اخيرا محمود، حابب تشكر مين بقى؟ هو اول شيء اشكر ربنا ونعم بالله. ثانيا يعني اسرتي، بس اكمل وجه يعني جدي وجدتي الاول، ثم امي وخالتي، ثم بقى باخواتي ومرات خالي وخالي والناس كلهم، بس الاوليه لدول، ثم بقى استاذ احمد رضا طبعا، واستاذ وكابتن عمر وحضرتك. كابتن عمر من الشخصيات المحترمه، والاستاذ احمد رضا سلم لي عليه. طبعا احنا بندور ان شاء الله. اتفضل. يعني حضرتك عامل مجهود كبير معانا حبيبي الحمد لله، ودايما حضرتك ربنا يوفقك، ما بتندش الا هناك يا منه. ربنا يوفقك كده ونقول حاجه كويسه ان شاء الله محمود. ان شاء الله ان شاء الله. طبعا بالنسبه لقطاع الناشئين على ميرام، القطاع مستمر شغالين، تم تصعيد لاعبين من قطاع الناشئين للفريق الاول، ان شاء الله باذن الله يبقى في طفره في قطاع الناشئين بنادي الزرقاء الرياضي، وكذلك ان شاء الله كل الامنيات والتوفيق للفريق الاول في مباراته القادمه مع نادي المريخ البورسعيدي ببورسعيد ان شاء الله باذن يوم الجمعه القادم، وان شاء الله يحقق فوز باذن الله. طبعا قبل ما اختم، طيب حابب عايز تقول حاجه يا محمود؟ لا شكرا كده، وبرده والدي ليه برده حاجه عندي شخصيه كده معزه، بيشجعني برده ان انا العب كوره، بس مش كتير برده، بس ليه معزه خاصه عندي. اكيد طبعا لازم طبعا تشكر الوالد برده، ربنا يوفقك. شكرا لك حاجه حبيبي. شكرا يا كابتن. ان شاء الله باذن الله معانا في الفقرة القادمة ضيف ثقيل، اسم ثقيل يعني، وان شاء الله باذن الله كده حلقة تكون مميزة، هنبدأ ان شاء الله نعلن عنها باذن الله في القريب العاجل. طبعا في ختام هذه الفقرة بحب اشكر اللاعب محمود عماد رزق لاعب نادي الزرقاء مواليد 2003. ان شاء الله انتظرونا يوم الثلاثاء القادم وبرنامجكم برنامج ملاعب بلدنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.